مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع تجدد فرص الأمطار هذا الأسبوع على منطقة حائل وأجزاء من شمال المدينة وشرق المدينة المنورة وأيضا منطقة الحدود الشمالية. أيضا هناك فرصة لحدوث عواصف رعدية بشكل يومي في هذه المناطق. أما الجزء الثاني من الأسبوع تمتد الأمطار لتشمل منطقة القصيم. مشاهدينا فاصل ونواصل. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 33-18، الشمالية الشرقية 32-18، المنطقة الشرقية 33-20، الرياض والمنطقة الوسطى 33-21، المنطقة الغربية 30-24، لكن المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 23-16، أيضا هناك فرص لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية من المملكة خاصة منطقة حائل وأجزاء من شمال وشرق المدينة. يوم الاثنين إن شاء الله أيضا استمرار الأجواء الدافئة إلى الحارة نسبيا، الشمالية الغربية 32-15، الشمالية الشرقية 34-15، المنطقة الشرقية 33-21، والمنطقة الوسطى والرياض 33-22، المنطقة الغربية 32-24، والمنطقة الجنوبية الغربية 24-16. أيضا يوم الاثنين استمرار فرص الأمطار في منطقة حائل وأيضا في منطقة شمال وشرق المدينة. يوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية 26-12 مع حدوث انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء معتدلة بالنهار لكنها تميل للبرود ليلا، الصغرى 12 درجة، الشمالية الشرقية 24-14، المنطقة الشرقية 34-21، والرياض والمنطقة الوسطى 33-21، المنطقة الغربية 31-23، المنطقة الجنوبية الغربية 23-16 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساحات الصباح الباكر في المناطق الشمالية، الشمالية الشرقية 27-11، الشمالية الغربية 27-11، الشمالية الشرقية 27-12، المنطقة الشرقية 31-20، الرياض 32-21، والمنطقة الغربية 31-22، والمنطقة الجنوبية الغربية 22-16. وزي ما حكينا انه في الجزء الثاني من هذا الاسبوع تمتد الامطار لتشمل بعض من منطقة القصيم، بالاضافة الى استمرار سقوط الامطار في منطقة حائل وايضا منطقة حفر، لتصل احيانا الى منطقة حفر الباطن وشمال المدينة وشرقها. يوم الخميس ايضا اجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية 24-12، المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الشمالية الشرقية 25-13، المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32-21، الرياض والمنطقة الوسطى حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 33-23، المنطقة الغربية 28-22، والمنطقة الجنوبية الغربية 21-15 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء اللطيفة في النهار والأجواء التي تميل إلى البرودة ليلا في شمال المملكة، المناطق الشمالية الغربية 25-13، الشمالية الشرقية 23-14،
المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-19 في المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 33-20، والمنطقة الغربية 28-22. المنطقة الجنوبية الغربية فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، أجواء غائمة جزئيا، العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وموفقة، ونترككم في أمان الله.